شافه اتكلم معاه بقول له يا عم احمد انا جبت لك مكوه من قيمه من قيمه 5 ايام او 6 ايام واديتها لاختك. فطبعا عم عشان لسه كان تعبان ولسه نازل من البيت فما كانش عارف ان موضوع المكوه ديت. فطبعا عم انا عمي اصلا نظر ضعيف فبيقول له خد الورقه ديت اكتب لي رقم التليفون عشان ما بعرفش يعني هو ما بعرف نظره ضعيف مش هيشوف التليفون تليفون صغير. فخد رقم كتب له رقم كتب الرقم على التليفون واتصل. بعد كده طبعا تعالى وصلني لاخر العشريني طبعا عشان عمي طبعا من النوع اللي هو ما بعرفش يتكلم مع حد ويبص في عينه يبقى دايما يديله ظهره يا اما بيبصص في الارض. فما اعرفش ايه اللي حصل مره واحده الواد راح طالع وديته شفته في الفيديو من رقبته من ورا. كان مين اللي عرفك نفس الحوار وخصوصا ان الحوار كان بين اتنين واحد توفى والتاني اتحبس؟ ما هو بصي احنا من القواضي من القضيه ومن كلام وكلام المتهم وكلام اهل المجني عليه ونقول له احنا ما نعرفش المتهم هيبقى فيه تاني اكتر من كده. واحد نازل بشنطته الصبح وسلاح ومش عارف ايه. شكرا شكرا. طيب مستمرين معاك محمد. خش 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 كده خش كده ايوه تمام كده كمل الجوز. لو تخلي اتجاهك معانا كده تمام. اتكلمنا عن الاجراءات المتبقيه او المخطط ليها قانونيا اتخاذ ايه؟ خلاص بقى وخلاص يعني هو حكم الاعدام اتصدق النهارده الحمد لله. يبقى موضوع ال 60 يوم اللي هو موضوع ال 60 يوم الايام المحدده قانونا في النقض للمتهم. طبعا المحامي هيقوم بيه واحنا مستنيين نقض الحكم طبعا بتاعهم هنشوف هيحصل ايه وبعد كده محكمه النقض بقى هي اللي هتقرر اذا كانت قبل النقض او ما اتقبلش. فده اللي احنا منتظرينه. بس مش محمد في اشاعات كتير اتقالت الناس لحد دلوقتي تقول برضه ايه السبب؟ هل هي المخدرات ولا في ادويه؟ والله الناس بتسال كتير. ما هو المخدرات مش هتعمل في شخص واحد كده. انت لو بصيت اصلا هتلاقي ناس كتير قوي بتشرب مخدرات. هل بقى معنى كده ان كل يوم واحد يقتل؟ ايه السبب بقى؟ لا بالتحديد الشابو ليه افعال غريبه غير ال ما فيش حد بيشرب ماده مخدره في نفس التوقيت ويعمل كده بعد صدور حكم الا اذا كان شخص شارب مثلا وخلاص. طب ايه السبب يا محمد؟ بعد سؤال انا يا جماعه ايه السبب؟ طيب ده ما احنا لحد دلوقتي المخدرات مش هي السبب. هي هو كده. بص يعني ده قلب جامد جدا ان هو يعمل كده. واحد بيجي له قلب. علاقه بينهم حضرتك؟ طب ايه السبب الرئيسي؟ السبب الرئيسي ان المجني عليه كان على صله ثقيله بالمتهم عبد الرحمن وهو كان اول او كان من ضمن العوامل الشديده اللي خلت المتهم يلجا للكلام ده. بعد اذنك لو سمحت بعد اسره عبد الرحمن من المحافظه تعليق ايه عن الموضوع؟ والله برضو ما يعني حاجه ترجع لهم هم. انا ما اقدرش اتكلم في حاجه زي كده. انا كل اللي انا انتوا مش شايفين ان حكم الاعدام كافي للصقر يعني؟ ما هو خلاص ما هو ده الحكم اللي احنا كنا عايزينه. ما فيش حاجه اكتر من كده. ولا حد يا جماعه هيقرب لاهل المتهم ولا حد هيجي جنبهم. احنا الحمد لله الحكم احنا اتجهنا قانونا وخدنا الحكم بالقانون. مش محتاجين حاجه اكتر من كده. ولا بنهدد حد ولا بنيجي جنب حد. وهو زي ما اخوهم بيبقى ماشي في الشارع عادي احنا كلنا ماشيين خلاص. احنا خدنا حقنا بالقانون ملناش ولا صله بيهم ولا لنا علاقه بيهم. خلاص الحمد لله على كل شيء. قلنا ان ده سؤال لان كان قريبك او اخوه كان والله يا جماعه هم قالوا كده برضه عشان خاطر العصبيه اللي كانوا فيها والفتره اللي كانت فيها. ما هو برضه يا جماعه ما يبقاش واحد اتذبح والتاني لسه موجود عايش. حضرتك قلت ان مفيش صله ما بين اسره ما بين عبد الرحمن. مفيش صله يا جماعه. اهل المتهم احنا بنشوف صور منتشره على الفيسبوك خصوصا من قرايبكم هيستوريهات وعلى الفيسبوك انه متصور عبد الرحمن متصور مع بنت الصغيره قريبتكم. ما هو بصي اقول لك حاجه. هو عليه علاقه بعمام الاثنين اللي هو عصام وحسن. انا يعني انا عبد الرحمن برضه اعرفه. يعني انا مش اعرفه. لا انا اعرفه لان انا اتربيت في حي السلام برضه. يعني ده شغال مع عمي. يعني انا لما ببقى شغال مثلا مع واحد ممكن مثلا بيبقى مودي مثلا عفش تحت البيت بيركنه قدام البيت عند السور فباخده معايا تعالى وبيشوف العيل عندي. يعني انا مثلا شغال مع حد ببقى عارف ده ده اخته وده عمه وده ابوه وده مش عارف مين. ده حاجه اكيد كان يعني. بيقول ان عبد الرحمن كان طالب بالزواج قبل كده من بنت اخو برضو. انا ما اعرفش الموضوع دوت برضه. قالوا قبل كده في اللايف اللي فات بعد الحكم قال ان هو كان عايز يتجوز بنت اخوه. والله العظيم برضو انا ما اعرفش الموضوع دوت. موضوع الجواز كان فيه ولا مش فيه. بما انك قلت عارف عبد الرحمن هو عبد الرحمن صدر منه قبل كده افعال؟ لا هي الفتره اللي فاتت دي كلها وقبل الحادثه كانت في مشاكل كتير في حي السلام.
كان في مشاكل كتير من عبد الرحمن كان في مشاكل كتير في حي السلام. محدش حاول من اخواته ان هو التليفون عمل سوفت ما فيش ولا رقم. محدش حد محدش من اخواته حاول يجيب حقه في الفتره من رصد الحكم. لا مين هياخد؟ ما هو بص الحق لو كان هيتاخد كان هيتاخد من اول لما كان المتهم موجود قدام ابنه. خلاص هو حاجه زي كده خلاص راحت. خلاص احنا بقى اتجهنا قانون. انا راجل قانون فهمتهم وعرفتهم ان احنا حقنا هيرجع بالقانون. بس هي شويه وقت مش اكتر. والحمد لله يعني العدل الناجز اهو الحمد لله ادانا الحكم اللي احنا عايزينه. ده اللي احنا كنا منتظرينه مش اكتر. انما بقى علاقه وعلاقه اهليه كان قالوا كلام دول او ما جم قالوا احنا اول مره نشوف المجني عليه. اول مره نعرف المجني عليه. مفيش اي صله. لو رحت البيت المتهم ورحت بيت المجني عليها ما في مسافه كبيره ما بينهم هما الاثنين. حضرتك بتقول ان عبد الرحمن كان راح البيت وساب المكوه الشعر وزوجه القتيل قالت كده برضه. ما هو اول مره في ايه؟ ان هو يعني اول مره يشوفوه ساعه الحادثه. انا بتكلم على اهل المتهم ما يعرفوش المجني عليه خالص. لما كان بيطلع الاول بتكلم. ان كان في علاقه اللي قال الاول اللي هو اغتصب امي واختي او ده بيدللك ان واحد فايق اللي هو بيعمله. هو لو واحد شرب مخدرات مش هيعمل كده ولا هيعرف يتكلم مع حد. لكن هو كان فايق وعارف وجوده. فايق وعارف وتقرير الطب النفسي جه وقالوا ان نسبه ذكاء وتقرير المتهم قال ان نسبه ذكاءه تعدى 95%. بس التقرير ده صدر في 4 ايام يا استاذ مصور. نعم تقرير الطب النفسي ده صدر في 4 ايام لان فتره الحجز القاضي في المكان ده 45 يوم. والله بقى دي حاجه ترجع للنيابه اليوم. هم مش ليا انا مش دكتور. انت دكتور؟ لا راجل محامي. بس انت دكتور؟ انا بسال حضرتك سؤال. انت دكتور؟ لا. طيب وكان عندك علم ان عبد الرحمن كان بقاله 70 يوم في مصحه قبل ال ما اعرفش والله بقى 70 يوم انا ما مش صاحبي عشان اعرف اللي هو اذا كان في المصحه ولا لا. انا راجل ليا شغلي وباجي اشوف شغلي. الاتهامات اللي في اهل المجني عليه ما بين العم وما بين ابنه وما بين ما فيش اي اتهامات خالص ولا حد تعرض لحد ولا حد. من قطاع البحث شيك ايه؟ شيت طالع بقطاع البحث بالاتهامات الموجوده عند ابن اخو المتوفي اخوه. انت معاك الشيت؟ اتقدم في النار. كلام كتير في النار. طيب انت معاك الشيء؟ انت خلاص اظهره بقى قدام الناس اهو اظهره. الاعلم حق دم محمد السرعه اللي اتولد بيها. انت لو حد مسك والدك وقطعه كده هتعمل ايه؟ يعرف الحقيقه. لا سؤال واحد هتعرف الحقيقه؟ طبعا. لو حد مسك طبعًا. والدك وقطع يعني راسه كده مش في الشارع؟ عبد الرحمن انه يعمل كده ولا تربيته محمد ولا... السرعه التي تداولت بها جلسات القضيه كنت متوقعها بهذه السرعه؟ وهل في باعتبارك محامي في هذا المجال هل في قضايا ختمت او اختتمت بهذا الشكل السريع؟ والله برضو ما اقدرش بتاريخ الاسماعيليه على الاقل يعني طبعا بتاريخ الاسماعيليه دي اسرع قضيه طبعا الحمد لله. اسرع قضيه في تاريخ الاسماعيليه صدر فيها الحكم بالاعدام. الحمد لله طبعا لان انت شايف الجريمه عامله ازاي وشايف البشاعه بتاعت القتل عامله ازاي. فلابد ان الحكم يطلع في اسرع وقت ما يمكن. فالحمد لله على كل شيء حصل حكم الاعدام. حصل قبل كده ان المفتي قرر قرار مخالف غير الاعدام؟ لا برضه ما اقدرش اجاوب على السؤال دوت. ما اقدرش قبل كده كان في قضيه بس واحده هي اللي حصل فيها برضه ما اقدرش اجاوب على السؤال دوت لان مش معلوماتي مش قويه قوي للدرجه دي. محمد الفيديوهات اللي شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجريمه حتى نفسها شايف ان ده برضه عوامل ساعدت في ظهار الحقيقه قدام هيئه المحكمه مؤخرا؟ طبعا اكيد يعني الناس كلها شافت الجريمه من بره ومن جوه اسماعيليه كلها شافوا الجريمه ما بتحصل. يعني مش معقول يا جماعه ده يعني جريمه بشعه جدا وقدام المحكمه كل حاجه ظاهره والتحريات جت وكل حاجه جت قدام المتهم. فالحمد لله ظهر الحق والحمد لله صدور الحكم الاعدام اللي احنا كنا منتظرينه. ده الحاجه الوحيده اللي كنا منتظرينها. شفت تعاطي وسائل الاعلام مع الواقع منذ بدايتها حتى الختام؟ والله برضه ما مش هقدر اجاوب على السؤال دوت. ده كل واحد برضه تفكيره وكل واحد اذا كان مع المتهم او اذا كان مع المجني عليه اذا كان متعاطف مع ده اذا كان متعاطف مع ده. احنا قدامنا جريمه بشعه وقانون بيتنفذ على المتهم. حضرتك حاسس ان النقد هيأثر في القضيه في خلال الايام الجايه؟ برضه دي حاجه في علم الغيب برضه مش هقدر اجاوب عليها. بعد النقد ساعتها هنقدر نتكلم. كان في اقاويل من اسره المجني عليه ان هم يعني مش راضيين بالحكم ان في حاجات تانية هتحصل من عبد الرحمن وان اصل عبد الرحمن تقدم كفنه. لا لا ما فيش حاجه من ده هتحصل خالص. احنا هم بالفعل هم حضروا المحكمه جلسه النهارده اليوم لا 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 ما حدش فيهم حضر خالص. احنا خدنا حكمنا بالقانون والحمد لله خلاص مش محتاجين. كلنا رضينا بالكلام دوت. محمد امامك كانوا هددوا ان هم هياخدوا بطارهم وبعد كده تراجعوا عن هذا التهديد وقالوا ان احنا كنا ما بص برده لحظه غضب برده في الوقت اللي هم كانوا فيه برده. انت شايف ان كل الناس بتتكلم في الموضوع دوت. انا عن نفسي انا ما طول ما انا رايح في كل مكان الناس بتكلمني انت قريب المجني عليه انت قريب المجني عليه مش عمك
كلمات بقت النفسيه صعبه، فهتعمل ايه؟ طبعا ده الواحد لما بيصاحبه بيتضرب او ماشي او حد اتخانق معاه دمه بيفور وبيقف جنب صاحبه، ما بالك بقى ما واحد بيتقتل واخواته موجودين وابنه شافه وهو راسه موجود على الارض، هيعمل ايه اكتر من كده يعني؟ قول لي طريقه رد فعله هتبقى عامله ازاي؟ هو طارق ابن المجني كان موجود وقت الحادث، كان موجود ساعة الحادثة، والناس طلبت منه ان هو يخلص، وطبعا هو رفض طبعا. الحمد لله ان هو رفض طبعا، يعني خدنا حقنا بالقانون وحقه رجع طبعا. قول لنا كده محمد، تفاصيل الحكم كانت ايه النهارده اللوجه؟ ما تفاصيل ما هتراجع، شو سمعتوها كلها بالاعدام بالدعوى المدنية. سيادتك اتضرب ستة كان عصرته فيه وضرب الطلقه في عينيه وهو مرمي في الارض، بينه وما بين دي 100 متر شارع البحر. عم سيد الله يرحمه، بتاعت عم سيد عم عربي، بتاعت عم عربي العيال العزا النهارده ان شاء الله. هيكون فين مكانه؟ هيبقى في البلبسه والبحر ان شاء الله على البحر. في اي جراح هتاخدوه بعد النهارده ولا معلش كده دقيقه واحده بس لكم يا ركاله بس احنا خلاص خلاص في اسئله تاني؟ لو سمحت، في حاله عدم مقدره اهل المتهم ان هم يدفعوا ال 100,000 جنيه، ايه الوضع ده؟ حاجه يعني ده مدني طبعا، ده هو القانون قايل لك كده كمان، ده مش حاجه بمزاجنا احنا. هو كلمنا بس، ممكن تكلمنا بس يعني ده شق قانوني، ايه الاجراء القانوني اللي ممكن يحصل وقتها؟ طبعا عشان هو طبعا يعني المتهم تسبب في ان هو المجني عليه طبعا، ما يبقاش عائله المجني عليه، ما يبقاش فيه ما بقاش فيه مصدر رزق ليهم. فالقانون بيروح ان هو يبقى في دعوه مدنيه عشان يعني يقدروا يعيشوا بعد كده بعديها. قصدي لو ما قدروش يدفعوا الاسر، ايه الحاجه برضو؟ انا مش هقدر اتكلم، انا بقول لك انا اجراء تاني بيتم مع اسره، يعني الاجراء القانوني، انا بتكلم على الجزء القانوني بما ان حضرتك محامي. لا الاجراء القانوني بقى يبقى نتكلم مع استاذ احمد ثابت، هو افقه مني عشان انا ما اقدرش افتي في حاجه برضو يعني ما تعدتش عليها قبل كده. انتوا برضو شايفين ان انا لسه محامي برضو في بدايه طريقي، فاهمني؟ مش اللي هو الملم بالقانون قوي، فالحمد لله يعني على كل شيء، وادينا بنتعلم من اللي بيحصل قدامنا. بس هو قبيح في الاساس ان هو يقتل الراجل بتاع السمك وبعد كده قابل عمك بالصدفه؟ والله بقى دي حاجه يعني ما قالش في التحيات اي حاجه ان هو كان رايح. لا ما قالش موضوع السمك وخالص ولا ايه. رايك في الاكتشافات اللي كان فيها جوه المحكمه؟ الاكتشافات اللي كان بيدعي لنا جوه المحكمه هتعمل ايه؟ مش هتقدر تقول له حاجه طبعا، يعني هو واحد خلاص عارف ان ليه ايام معدوده وهيتعدم، هيعمل ايه تاني؟ هيعمل ايه؟ هيبقى مبسوط ولا زعلان؟ هي خلاص كده كده يعني حكم الاعدام صدر، فالحمد لله على كل شيء. بتطلبوا من اي حاجه من الدوله لنصره ان هم بس يقفوا مع اهل المجني عليه بس مش اكتر، يعني يساعدوهم يعني يبقى ليهم معاش، يبقى ليهم معاش يعرفوا يصرفوا منه. شكرا يا استاذ محمد، والبقاء لله. وحياتك يا محمد.